إن الدخان لثان في البلاء إذا ما عدت الخمر أولى في البليات ورب بيضاء قيد الأصبع احترقت في الكف وهي احتراق في الحشاشات إني لأمتص جمرا لف في ورق إذ تشربون لهيبا من أكاسات يا من يدخن مثلي كل آونة لمني ألمك ولا ترضى اعتذاراتي. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان فرصة فاغتنمها. رسالة اليوم إلى ذلك المدخن: رمضان فرصة للإقلاع عن التدخين، رمضان فرصة لسلامة الجسم، رمضان فرصة للتخلص من الأذى، رمضان فرصة للتخلص من تلك الرائحة الكريهة التي تملأ الفم جراء التدخين، رمضان فرصة لاستنشاق هواء نقي، رمضان فرصة من أجل العيش بسلام، رمضان فرصة دون خوف دون قلق، رمضان فرصة للعيش بطمأنينة واستقرار. في رمضان تصبر لساعات طويلة وأنت صائم عن استهلاك هذا السم الزعاف، فرمضان فرصة من أجل استكمال الرحلة، رحلة الإقلاع عن التدخين. إن كنت غني فأنت مسرف، وإن كنت فقير فأنت مبذر، والتبذير والإسراف من أعمال الشيطان. رمضان فرصة للكف عن الانتحار. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. رمضان فرصة والقرار بيدك. الإقلاع عن التدخين قرار والقرار بيدك. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا تنتظر شيء ما يحدث فتتغير، لأن التغيير قرار والقرار بيدك. فقرر بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. الحياة مجموعة من القرارات، ومن بينها أن تقرر أن تقلع عن التدخين. أخي عجبت لك، كيف لا ترضاه لأخيك لابنك وترضاه لنفسك؟ معظم المدخنين لا يرضى ابنه أن يدخن، لا يرضى أخوه أن يدخن، فكيف ترضاه لنفسك وأنت تقر أنه غير نافع وضار؟ 5 نقاط تستطيع بهم أن تقلع عن التدخين في رمضان. أولاً، استعن بالله سبحانه وتعالى. ثانياً، قرر أنك ستقلع عن التدخين. ثالثاً، ابتعد عن رفقاء التدخين. رابعاً، ابتعد عن أماكن التدخين. خامساً، تذكر دائماً عواقب وأخطار التدخين. رمضان فرصة فاغتنمها واترك التدخين.